زي ما انت شايف كده، اول درس عندك هو اشتقاق الدوائر المثلثية. ما تقلقش، الموضوع بسيط وانت خدته في اولى وتانية ثانوي، الموضوع سهل جدا، ما تتوترش، اللي هتضاف عليه حاجات بسيطة وفاهمها لك، وهديك كل الافكار اللي في الدرس ده، وكمان هحاول مطولش عليك عشان عارف ان وقتك محدود جدا. تمام، تعال نشوف الدرس بتاعنا كده. الدرس اشتقاق الدوال المثلثية. تعال نقسم العنوان بتاعنا لجزئين، الجزء الاول هو الدوال المثلثية، والجزء الثاني هو الاشتقاق. تمام، ايه اشتقاق وايه الدوال المثلثية؟ الدوال المثلثية احنا عارفينهم، الجا والجتا والظا، وهيضاف عندك السنة دي الكا والقتا والزطا. تمام، تعال نركنهم شوية كده ونفتكر الاشتقاق مع بعضينا. تمام، الاشتقاق بكل بساطة شديدة جدا، لو عندنا مثال مثلا وقال لك دالة س أما تساوي 5 س تربيع ناقص 3 س زائد 3، دي دالة، فقال لي أوجد الاشتقاق دويتي أو أتلي المشتقة للدالة دي. تمام، هجيب له المشتقة بتاعت الدالة بكل بساطة، وهنا المشتقة بيكون اسمها د شرطة س أو د ص، مش هيفرق الاسم معانا، المهم نعرف نشتق. وكنا بنضرب هنا الأس في الرقم ونشيل من الأس واحد، اللي هو الأس نون، بنشيل منه واحد. طيب ازاي كده؟ تعال نشوف في عملي. 2 في 5 ب 10، بعدين هنا السين الأس واحد ما بيتكتبش، ناقص هنا 3 س مشتقتها 3. تمام، ممكن تقول لي انا مش فاكر الاشتقاق ومش فاهم كويس ايه اللي انت عملته دويتي، ما تقلقش هشرح لك الاشتقاق بالتفاصيل وليه قوانين مهمه، هكتبها لك كلها وافكرك بيها دلوقتي على السبوره. اول فكره من افكار الاشتقاق معانا، وهو لما يكون حاصل ضرب دالتين، بمعنى يديك دال س كده. وهنا طريقه الاشتقاق بتاعتنا اكيد كلنا فاكرينها، بس برضه نفتكرها مع بعضينا. بتكون الداله الاولى اللي هي الدال س في مشتقة الدالة الثانية اللي هي ميم 2، ميم هنا بمعنى اشتقاق، زائد، وركز في الزائد هنا كويس ان كلنا بننساه، الدالة الثانية اللي هي دال ص في مشتقة الدالة الأولى اللي هي ميم الأولى أو دال شرطة س، اللي ممكن نختصر شكلها بدال س في د شرطة ص أما تساوي د شرطة س في دالة الص. تاني حاجة، لما يكون عندي جسم الدالتين، يعني يكون عندي الدال س مقسومة على الدال ص، برضو الحل بتاعها بيكون سهل جدا، بكل بساطة باخد شرطة كسر كبيرة وباجي تحت اكتب المقام زي ما هو بس لكل تربيع، يعني الدال ص دي هاخدها زي ما هي بس هنا لكل تربيع، مهما كان شكلها جاز القوس اي حاجة هاخدها زي ما هي واحطها لكل تربيع. تمام، بعدين اخد المقام اللي هو دال ص في مشتقة البسط اللي هو في دال شرطة س، بعدين ناقص، ونركز هنا ناقص انما فوق هنا كان سالب، هنا موجب انما هنا سالب، اعكس اللي انا عملته، هشتق هنزل اللي فوق زي ما هو اللي هو دال س في مشتقة المقام دال شرطة ص، يبقى مشتقة البسط والمقام هي عبارة عن المقام تربيع، بعدين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، ده لما يكون جسم الدالتين او ضرب دالتين. بعدين يجي يديك دالة لدالة س بالشكل ده، ادي دالة س مرفوعة لأس ن، هنا ن مقصود بيه اي رقم 7 10، مرفوعة لأس. تمام، ازاي تشتق الفكرة دهياتي؟ برضو بكل بساطة، ادي هتساوي، هتكتبها مبدئيا الاول كده، ادي الدالة زي ما هي، نزل الدالة زي ما هي، دال س
هنا الأس اللي هو نون هتشيل منه واحد، يعني لو كان أس 7 مثلا هيبقى أس 6. تمام؟ هنمسح الأرقام دي، وهنا أس نون هيبقى نون ناقص واحد. وهنا بقى جاي قدام الدالة هنزل الأس، يعني هتبقى نون في دالة س أس نون ناقص واحد في مشتقة اللي جوه القوس، اللي جوه القوس دوت اللي هو دال س دال شرطة س. بس دول ثلاث أفكار مهمين جدا وهيتكرروا معاك في مسائل الدوال المثلثية، فلازم تكون عارف ازاي بنشتق الأفكار دهيت. تمام؟ ممكن يكون الكلام نظري صعب قدامك، بس لما نطبق بأرقام هتكتشف انه بسيط جدا. دول يا ريت تاخدهم سكرين، او لو اكيد انت عارفهم من سنة اولى وتانية، ولو مش عارفهم انا كتبتهم قدامك وهيوضحوا بشكل افضل قدامك واحنا شغالين بالأرقام. دلوقتي نقدر نقول فهمنا يعني ايه اشتقاق، والقوانين بتاعته خدناها، والموضوع بقى منتهي بالنسبه لنا. ايه بقى الدوال المثلثيه عشان نربط الاشتقاق بالدوال المثلثيه ونكون عرفنا درس النهارده؟ الدوال المثلثيه زي ما قلت لك قبل كده انت خدتهم، وهما الجا والجتا والظاهر. دي الدوال المثلثيه اللي انت خدتها. ادي هنكتب دال س هنا بتساوي دال س بتساوي دال س بتساوي. تمام. ودي الظاهر. ايه الجديد عندك؟ هنضيف عليهم ثلاث دوال تانيين، وهما المقلوبات بتاعتهم الكار والكتا والزتا. تمام؟ فتبقى دال س بتساوي كوس بعدين دال س بتساوي كوت س، والدال س بتساوي زتا س. تمام. الجزء الاول اشتقاقه انت كنت عارفه سهل جدا، الجا بتبقى جتا، والجتا بتبقى جا، والظا بتبقى ك تربيع، وكنا بنحفظها حفظ. تعالى دلوقتي انا افهمك الاشتقاق بتاعهم جه منين، ازاي ما تتلخبطش في الاشارات. بكل بساطه موضوع الاشارات ده سهل جدا. شايف مثلا الجا س، لو جيت تشتقها زي ما قلنا الجا هتبقى جتا س. تمام. على فكره بالمناسبه في حاجه بننساها على طول، هنا بنضرب في مشتقه الزاويه، طبعا هنا الزاويه س فمشتقتها واحد، فالواحد طبعا ما بيتكتبش، بس لازم تكون عارف ان في مشتقة الزاوية. تمام؟ تمام. فالمهم مشتقة الجا هتبقى جتا س. تمام؟ أما مشتقة الجتا س، الجتا س هتبقى هنا جا س، بس ما تنساش السالب. وهفكرك السالب بحاجة بسيطة جدا، إن هنا الجتا فيها ت، فافترض النقطتين دول هما شرطة السالب اللي بتنزل معاك. والجا والجتا سهلين، جا جتا والجتا جا، الموضوع بسيط جدا. أما الظا والكا والكتا والزتا هما اللي بنترخم في الاشتقاق بتاعهم، وساعات بنغلط فيه كمان. تعالى أعمل لك مثلث زي اللي كنا بنعمله في مثلثات الفيزياء في إعدادي، يفكرك المشتقات دول كلهم من غير ما تحفظهم. تمام. هنعمل المثلث الأول. كده تمام. وهكتب فيه الظا، ادي هنا ظا س، وهنا اقسم المكان ده لتحت الجزئين، والظا عباره عن ك وك مرتين كده. الكلام ده المثلث يتحفظ يتفهم، المهم المثلث ده يبقى معاك، هقدر اخليك تخلص بيه كله دوت، وكمان هكتبهم لك لو انت حابب تحفظهم احفظهم، فيبقى قدامك طريقه فهم وطريقه حفظ. ونعمل مثلث تاني ادي، وهنا الزتا هي عبارة عن كتا س والكتا س. تمام. تعالى دلوقتي انا عايز اجيب الظا س، فحط ايد على الظا س كده
فهيكون قدامي كوسين في كوسين، ففعلا النتيجة المشتقة بتاعتها ك تربيع س. تمام كده، اكتبها باللون الأسود ك تربيع س. تمام، تعالى اجيب مشتقة الكوسين. تمام، مشتقة الكوسين اخبي الكوسين كده فهلاقي الظا والكا، فطبعا هنا ضرب على طول، فالكوسين هتبقى ظا س في كوسين. تمام، فمشتقة الكوسين هتساوي ظا س في كا س. تمام، تمام، هنا عايز اجيب مشتقة الكتا س. تمام، ادي هخبي الكتا كده فيبقى معايا هي عبارة عن زطا في كتا، وهنا السالب اللي حطيته معناته ان في اشارة سالبة، فهتساوي ادي السالب اللي موجود هنا اهويتي حطنا زي ما هو، والزطا هضربها في كتا، زطا س كتا س. تمام، تعال نجيب مشتقة الزطا، هنخلي الزطا كده تبقى كتا في كتا تربيع، كتا في كتا تبقى كتا تربيع، هتساوي ادي السالب زي ما هو اللي موجود هنا، هتبقى كتا تربيع س. تمام، دي الدوائر المثلثية الستة اللي عندك، ودي المشتقات بتاعتهم. بغض النظر وصلت لهم ازاي، حابب تحفظهم احفظهم بالشكل ده، حابب تجيبهم عن طريق المثلثين دول فبرضو الطريقة ترجع لك، المهم تعرف تشتقهم. وده كان الجزء النظري في الدرس بتاعنا، كل اللي قاعد ان احنا نحل مسائل، وانا مش هزودها معاك في المسائل، بس انت مع نفسك حل على قد ما تقدر. انا هديك على كل فكرة مسألة واحدة، وبكده كل افكار الدرس تكون واضحة قدامك، اللي هيكون مطلوب منك انك تحل بايدك. قبل ما نحل مسائل حبيت اوريك اثبات، وكمان كتبتهم لك بشكل مبسط كده واقولهم لك. مشتقة جي سين جتا سين، مشتقة جتا سين سالب جي سين، مشتقة الظا سين ك تربيع سين، مشتقة الزطا سين سالب كتا تربيع سين، مشتقة الكوسين كوسين زا سين، مشتقة الكتا سين سالب كتا سين زطا سين. دول الست دوائر المثلثية اللي لازم تكون حافظهم، وعندك الأربعة دول كلهم أنا فهمتك مثلثات بتقدر تحسب بيها مشتقة الأربع دوائر المثلثية دول، عملت لك مثلثين تقدر تحسب بيهم اخر اربع دوائر دول اللي يعتبر صعبين، او يعني بنحفظهم حفظ وبنتلخبط في الاشاره او في طريقه المثلث، هتريحك من موضوع لويكي تماما. لو شايف الامتحان بغض النظر ان انت الموضوع عندك اختياري وعمره ما هيجيب لك اثبات في الاختياري، بس احنا زي ما قلنا عايزين نفهم رياضه، فتعالى مثلا ص س سوري ص اما تساوي ك س. تمام، وكان المطلوب منك انك توجد الصاد شرطة، اللي هي عارفين ان صاد شرطة او دال سين شرطة هي المشتقة الاولى. ازاي تحسب له المشتقة الاولى للكوسين؟ هتقول لي سهلة، احنا لسه واخدينها كوسين، المشتقة الاولى بتاعتها كوسين ظا سين وخلصنا خلاص. هقول لك تمام، الكلام ده ويت لو انت حافظها او لو انت معاك المثلث، والموضوع كله اختياري اوريدي، فمش هو يعني مش هيعرف انا فاهم او مش فاهم، هقول لك انت تمام. تعال نفهم جت منين، لان ده هيكون مرتبط بحاجات اكتر وهيخليك تعرف تفكر في الدروس اللي جايه. تمام، باختصار شديد جدا كده، هي الكوسين ده هي تمام، هي عباره عن ايه في الاصل، او هي ايه اصلا؟ احنا طول عمرنا عارفين الزوايا دول، دي الزوايا دول جداد علينا، وقلنا ان دول مقلوب المقلوب بتاع دول، يعني معكوس دول. تمام، تمام، يعني من الاخر ان الصاد هنا ممكن نكتبها بشكل تاني، الصاد ممكن تكون بتساوي واحد على جتا. جت منين واحد على جتا؟ احنا مش قلنا ان دول المقلوب للزوايا دهيت او المعكوس ليهم؟ تمام، يبقى الكوسين هي مقلوب جتا سين، مقلوبها يعني واحد عليها. تمام، فادي كوسين، ادي الكوسين، تمام، مقلوب الكوسين، مقلوب الكوسين واحد على جتا، اصلها بتتكتب ك. تمام، يعني كوسين هي مقلوب جتا، مقلوب جتا.
تمام. طب خلاص كتبت برضو شكل واحد على جتا سي، تمام كده تمام. برضو ازاي اشتغل؟ انا دلوقتي في الامتحان مش حافظ دول. جنب مسألة صاد هياتي اما تساوي كوسين، تمام. انا رحت محولها واحد على جتا سي، ما استفدتش حاجة. انا عايز اشتقها، تمام. انا كده مش شقتهاش على فكرة، انا كده بس غيرت صورتها، تمام. هي مقلوبة جتا فكتبت واحد على جتا، تمام. انا دلوقتي عايز اشتق عشان اخد الدرجة بتاعت السؤال، ومش حافظ، خلاص مش حافظ، انا في امر واقع مش حافظ. فازاي احلها؟ اقول لك اصبر، انت دلوقتي مش حافظ مشتقة الكاب ومش حافظ مشتقة الجتا. احنا هنمشي خطوة خطوة. من شوية كتبت لك قوانين الاشتقاق، ودينا دلوقتي هنستخدمها. تعالى نشتق. هي دي مش عبارة عن بسط ومقام، تمام. طيب مشتقة البسط والمقام ايه؟ قلنا المقام تربيع، بعدين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، وقلنا الكلام ده ويت انت عارفه وخدته في اولى وتانية ثانوي، تمام. يبقى ص شرطة هتساوي، هناخد شرطة كسر كبيرة، بعدين المقام تربيع جتا س لكل تربيع، بعدين المقام اللي هو جتا س. مشتقة البسط واحد، فلما مشتقتها مشتقة أي رقم بصفر، فأضرب أي حاجة بصفر بصفر، فخلينا نقول سالب، أدي هنا نحط سالب. القانون بيقول المقام تربيع بعدين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط اللي هو ناقص واحد في مشتقة المقام. مشتقة المقام جتا مشتقتها سالب جا، تمام. الجتا هنا يبقى سالب جا، سالب جا سي، تمام. يبقى كده الصاد شرطة اما تساوي هنا سالب في سالب بموجب، بقيت جا سين على جتا تربيع سين. طب هي جتا تربيع دي مش عبارة عن جتا في جتا؟ طيب يبقى جا سين جتا تربيع نفكها، جتا سين في جتا سين، تمام. تعالى ناخد الجزء ده على بعضي، تمام. جا على جتا فهذا، تمام، فهذا سين في، هنا بقى هيكون قاعد واحد على جتا، واحد على جتا، واحد على جتا اللي هي عكسناها، صدمة تساوي واحد على جتا اللي هي كانت ك، نرجعها لك. لو بصيت هنا ز س ك س هي مشتقة الك س ك س ز س، يبقى احنا وصلنا للصورة دهياتي بس من غير ما نحفظ، فهمنا ان الك واحد على جتا، اشتقيت عن طريق صورة بسط ومقام، المقام تربيع بعدين المقام في مشتقة البسط بصفر ناقص البسط اللي هو ناقص واحد في مشتقة المقام اللي هي جتا سالب جا، بعدين اختصرت وصلت لز س ك س اللي هي دهياتي. فانت كده حافظها، عارفها بطريقه المثلث، نسيت كل حاجه في الامتحان وجبت ان هي المقلوب بتاعها واشتغلت بطريقه بسط ومقام. المهم في النهايه وصلت لنفس الناتج، وده معنى انك تكون فاهم رياضه مش حافظ رياضه، وقاعد تسمع الست دوائر مثلثيه وخلاص وانت مش عارف جو منين. دلوقتي قدامك ثلاث مسائل، ممكن تحاول توقف الفيديو وتحاول تحل كل واحده لما اعمل لك عليها زوم لوحدك وتشوف الحل بتاعك زي الحل بتاعي ولا ايه النقطة اللي هتغلط فيها، تمام. تعال ندخل معانا على اول مسألة اللي قدامك دي. صادم ما تساوي سينوس 4 زتا 5 س، تمام. المسألة هنا عبارة عن جزئين، فاكر لما قلت لك حاصر ضرب ومشتق الدالتين؟ فهنا المسألة عبارة عن جزء اللي هو سينوس 4 وهنا زتا 5 س جزئتين. ففي المسائل اللي زي دهياتي كنا بنشتقها بقانون معروف، الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الأول. طيب الأول سينوس 4 هكتب زي ما هو، اللي هي يلا ص شرطة س، ص شرطة تساوي الأول هكتب زي ما هو سينوس 4 في مشتقة التاني زتا 5 س، اهدى كده ما تتوترش، ايه زتا 5 س تشتقها ازاي؟ قلت لك هنا حافظينها وهنا في مثلث، ايه ده مثلث هويتي، لو انت مش فاكرها تحضر المثلث في دماغك على طول. زاتا، تمام، الزاتا كانت فوق، تمام، والزاتا ده عبارة عن ايه؟ عبارة كاتا وكاتا، جبع، تمام، ادي كاتا س وادي كاتا س، وهنا كنا حاطين اشارة سالب،
تمام. زط ادي هيخبي الزط، كتف كتف تمام. يبقى سالب، ما ننساش السالب، اول حاجه اكتبها السالب قبل ما اكتب مشتقه الزاويه نفسها، تمام. كتف كتف اللي هي كتا تربيع، كتا تربيع. الزاويه زي ما هي 5 س، في مشتقه الزاويه نفسها، في مشتقه الزاويه 5 س مشتقتها كام؟ 5 بس، تمام. كده خلصنا؟ لا لسه، القانون لما يقول الاول في مشتقه الثاني زائد اللي قلنا ما ننساهاش خالص، زائد اهي، تمام، مهم جدا، تمام. الثاني في مشتقه الاول، دلوقتي الثاني هينزل زي ما هو، زتا 5 س، ادي زتا، زتا 5 س في سينوس 4 مشتقتها ايه؟ 4 سينوس 3. منين؟ اعتقد كله عارفها، بس برضه يعني بسيطة جدا. في قانون بيقول ان الف سينوس نون المشتقة نون الف سين اس نون ناقص 1. فهنا مثلا 5 سينوس 3 نون الف اللي هي 3 في 5 15 س، سين اس 3 شيل من اس 1 تبقى 2، تمام. فهنا هتبقى الأربعة نزلت، هنا يعتبر قدامها واحد، أربعة في واحد بأربعة، سين هي سين تلاتة. طبعا أنت كده اشتقتها وخلصت، تمام، بس تعال نظبط شكل المسألة. يعني هتساوي هنا نضرب القوس ده ببعضيه، هنا هتبقى سالب 5 سين أس 4 كتا تربيع 5 سين زائد 4 سين تكعيب زتا 5 س. دي المشتقة، ولو انت عملتها كده تمام، برافو عليك. تعال ندخل على المسألة التانية. ج س في ك 3 س برضو حاصل ضرب دالتين، تمام. الصاد شرط زي ما احنا ماشيين، الصاد شرط هتساوي الأول ج س في مشتقة التاني، ادي في، وتعالى نشتق الكا كده مع نفسنا على اجل من مهدل. احنا عارفين ان مشتقة الكا، ادي مشتقة الكا بكا س ز س. هتقول لي انا دلوقتي مش فاكرها، سهلة جدا، هتعمل المثلث بتاعنا، ادي ز س، وقلت لك اعمل كده، والظا عبارة عن كا س ك س. انا دلوقتي عايز مشتقة الكا، ادي الكا، يبقى ظا في كا او كا في ظا، ما فرقتش، ضرب ضرب الدال عادي، ك س. بس هنا نركز، الزاوية 3 س، تمام، فتبقى ك 3 س ظا 3 س، تمام كده، تمام. اشتقيت الكا 3 س، تمام. لسه ما خلصتش، هنا 3 س مشتقتها كام؟ 3، تمام، في 3 اهي. بعدين زائد، ما ننساش الزائد، الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول. طيب التاني ك 3 س، ك 3 س في مشتقة الاول، ج س مشتقتها جتا س، تمام، جتا س. ارتب شكل المسألة بتاعتي، صاد شرطة هتساوي 3 ج س ك س، هنا 3 برضو، 3 س ظ 3 س، تمام، زائد جتا س ك 3 س. انت معايا للشكل دويتي، فبرافو عليك في المسألة دي كمان صح، تمام. تعالى آخر مسألة معانا، في مسائل تانية يعني، بس على الفكرة دي، تمام. مديك الصاد أما تساوي جا، وهنا الزاوية بقى كتا 5 س تكعيب، تمام؟ ركز كده وما تتخضش من المسألة دي، تمام. أنا هشتق عادي، مشتقة الجا جتا، هقول له صاد شرط هويتي أما تساوي الجا ترجع جتا. الزاوية بكتبها زي ما هي عادي، يعني إن شاء الله يكون في عفريت في الزاوية، هنزل عفريت، تمام؟ كتا 5 س تكعيب، ادي كتا
خمسة س تكعيب في مشتقة الزاوية. تعال نشتق الزاوية. قطع خمسة س تكعيب، ادي في، ننزل تحت هنا في حدود، نشتق الزاوية. مشتقة القطع ايه؟ الجدول. تمام؟ تمام؟ ادي الجدول تاني عادي، نعمله 100 مرة، المهم يثبت في دماغك. ادي زطا، ادي هنا سالب، ادي هنا قطع، وادي هنا قطع. تمام كده؟ تمام. انا عاوز قطع، هتخبي القطع هنا فتبقى عبارة عن سالب قطع زطا. تمام، سالب قطع واسم مكان زطا. تمام كده؟ تمام. مكان سبته ليه؟ عشان اشتق الزاوية. خمسة س تكعيب نضرب خمسة في تلاتة ونشيل من الأس واحد يبقى اتنين، فتبقى خمستاشر س تربيع خمستاشر س تربيع. لا آسف، أنت الزاوية هنا نزلها زي ما هي، خمسة س تكعيب، احنا واخدين اتناشر، الخمستاشر ده اتكتب كمان دلوقتي، ادي خمسة س تكعيب. في مشتقة الزاوية ده هي خمسة س تكعيب، مشتقتها خمستاشر س تربيع. بس تعال نرتب بقى المسألة بتاعتنا ونشوف الحل صح ولا غلط. في إشارة سالب فالمسألة كلها هتبدأ بسالب، أدي سالب خمستاشر س تربيع، خمستاشر س تربيع. قطع خمسة س تكعيب، قطع خمسة س تكعيب. زطا خمسة س تكعيب. تمام؟ برضو ده ضرب كله. بعدين هنا جتا، ونفتح القوس ونكتب فيه الزاوية كتا خمسة س تكعيب. أعتقد حتى لو غلطت في الأولى والتانية ممكن تكون التالتة جت معاك وابتديت تفهم فكرة الدرس. دلوقتي معانا تلات مسائل تانيين، أفكار مختلفة. تمام؟ تعال نحلهم مع بعضينا، وممكن يكون في فكرة أو فكرتين ويكون انتهى معانا الدرس الأول في التفاضل والتكامل. أول مسألة معانا بسيطة خالص، على فكرة الأفكار اللي اتدربنا عليها من شوية كانت أصعب من المستوى ده من الأفكار. هنا مسألة عادية جدا، مديني آدي الكا ودي الزاوية بتاعتها. تمام، أول حاجة أقول له الصاد شرطة أما تسيب. أنا عارف مشتقة القاع عملناها أكتر من مرة بالمثلثات، تعال ناخدها من هنا على طول بقى. آدي القاع، قا س ظا س، خلاص تعال أكتب آدي القاع. الزاوية هنا 3 س زائد 5، ظا 3 س زائد 5. تمام، الزاوية هنا لما كانت س مشتقتها واحد، إنما هنا الزاوية 3 س زائد 5 اللي هي في 3 س مشتقتها 3 وال5 مشتقتها 0، فالشكل النهائي 3 ق 3 س زائد 5 ظا 3 س زائد 5. بس دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ص شرطة، خلاص دلوقتي احنا فهمنا الدرس. ج س مشتقتها جتا س زائد الاثنين، هنا يعتبر مش هنقول ضرب دالتين، الاثنين ده رقم. تمام، فيبقى الاول زي ما هو دي الاثنين. بعدين نشتق الكا دي عادي جدا زي ما اشتقنا الكا هنا بالظبط. الكا اشتقناها ايه؟ كا ظا. تمام، يبقى كا 4 ناقص س في ظا 4 ناقص س. هنا مشتقة الزاوية 4 ناقص س، مشتقة الكلام ده سالب واحد، لأن هنا مفيش غير سالب س هتشتق، تشتق بسالب واحد. كلام سليم، فيعتبر هنا بدل ما زائد هيبقى سالب. بس كده، فص شرطة هتساوي جتا س ناقص 2 كوس ناقص 4 ظا س 4 ناقص س. بس تعالى لآخر مسألة معانا برضو سهلة جدا ما تقلقش. مديك الصاد بتساوي 5 س تربيع زائد كتا جذر س ناقص 2. الفكرة في المسألة دهياتي إنه مديك جذر. تعالى
تعال اقول لك هنا انا ازاي بنتعامل مع الجذر. لما يكون معايا جذر ادي هنا اي رقم اي حاجه تحت الجذر، ازاي اشترك الجذر اللويتي؟ بنعمل كده 1/2 الجذر، يعني جذر 5 س تربيع. عايز اشتقها هقول لك بتساوي، وطبعا ما تنساش تضرب في مشتقة ما بداخل الجذر اللي هو ايه رقم. بص انا فاهمها لك هنا في مثال عمل على طول، هنا هيبقى 1/2 ادي الجذر 5 س تربيع، بعدين بنضرب في مشتقة ما داخل الجذر، 5 س تربيع مشتقتها 10 س. تمام كده؟ يعني بشكل نهائي خالص 10 س/2 5 س تربيع، وطبعا بتختصرها 10/2 فيها 5. بس نرجع للمسألة بتاعتنا، الصاد شرطة بتساوي 5 س تربيع، هقول له 10 س عادي جدا، زائد القطع مشتقة القطع ايه؟ تعال نرجع للقطع كده، مشتقة القطع س بسالب قطع س ذات س. طيب أول حاجة أحطها الإشارة، تمام؟ الإشارة عشان تربط فيها على طول، هشيل البلس اللي أنا عملته ده وأخليه سالب، تمام؟ قطع والزاوية بتاعتي جذر الس ناقص 2 في زتا جذر س ناقص 2، تمام؟ في بقى مشتقة الزاوية اللي هي 1/2 جذر س ناقص 2، لو جيت اضرب في مشتقة مداخل الجذر 1، كأنك ما عملتش حاجة، تمام؟ فتبقى الصاد شرطة بتاعتي هتساوي 10 س ناقص 1/2 الجذر س ناقص 2 كتا جذر س ناقص 2 زتا س ناقص 2. طبعا علميا ان يكون الجذر في المقام كده غلط، ما ينفعش، وبما ان انت الاجابات بتاعتك اختياري فبالتالي مستحيل مستشار المادة مثلا يسيب لك الجذر في المقام، مستحيل. فانت لازم تكون عارف تبسط شكلها وازاي تشيل الجذر من المقام. هقول لك بصورة بسيطة جدا، لو معانا 1/2، عايز اخلص من جذر 2 لتحت، ده هعمل ايه؟ هضرب في الجذر فوق وتحت، يعني هضرب في جذر 2 جذر 2، فهتكون معايا ايه؟ جذر 2 في 1 بجذر 2، جذر 2 في جذر 2 ب2، ده اللي هعمله هنا بالظبط. 1/2 جذر س ناقص 2 هاخدها كده لوحديها اهي، 1/2 جذر س ناقص 2 في اضرب في الجذر فوق وتحت، ادي جذر س ناقص 2 وهنا جذر س ناقص 2. تمام كده؟ تمام. 1 في الجذر فهيبقى الجذر فوق س ناقص 2، هنا ادي الاثنين زي ما هي، الجذر بقى 2 الجذر في الجذر هيدينا ما تحت الجذر، تمام؟ الجذر في الجذر ما تحت الجذر، هنا جذر 2 في 2 اللي تحت الجذر 2، تمام؟ تمام. يبقى هنا هتبقى 2 في ادي قوس ما تحت الجذر س ناقص 2، س ناقص 2. الاثنين ده طبعا هتتضرب في السين مره، تتضرب في الاثنين مره، فالشكل النهائي ليها ادي الجذر اهو س ناقص 2 على الاثنين س ناقص 4. بس طبعا انت كحل عادي لو حليتها بالشكل دوت انت كده فاهم، بس برضو تكون فاهم الشكل ده، لان في الامتحان لما يديها لك في صورة اختياري هيكون مبسطها للشكل دوتي، لان زي ما قلت لك ان البسط يكون في المقام دي حاجة ما ينفعش في الرياضة، تمام؟ تمام. تعالى معايا لاخر فكرة في الدرس، واعتقد لو جاب حاجة في الامتحان هيجيب الفكرة اللي انا هشرحها دلوقتي، لانه مبدئيا جابها السنة اللي عدت وهي الفكرة في الموضوع. مشتقة الدالتين اللي قدام دول، ص لما تساوي ك س تكعيب، ص لما تساوي ك تكعيب س، تفرق تفرق جدا، تفرق كتير، تمام؟ ده غير بعض تماما، ما ينفعش، تمام؟ فاش دي تتحل بقى دي، تمام؟ تعال نحل دهاتي كده، ده عادي جدا جدا، ايه الصاد ص شرط، تمام؟
الكا احنا عارفين مشتقة الكا كوسين زاسين ايه؟ كوسين تكعيب زا سين تكعيب. في مشتقة الزاوية سين تكعيب اللي هي 3 سين تربيع. المسألة دي اشتقت وخلصنا منها خلاص الموضوع منتهي. تمام تمام تعال نشتق دي. تمام هنا الأس الثلاثة دي مش على الزاوية. تمام دي الدالة نفسها أس تكعيب مرفوعة الأس 3. فهقول الصاد بتساوي الناس مش تقيت شو يعني أنا عايز أوريك شكلها إيه. شكلها كده كوسين ده شكل المسألة ده الصح أس 3 دالة محطوطة في قوس مرفوعة لأس. طب أنا علمتك اشتقاق الدالة اللي هي مرفوعة لأس. تمام قلت لك لما يديني دالة سين من بدر خالص مرفوعة لأس طريقة الاشتقاق بتاعتها بنزل الأس هنا ادي نون في الدالة زي ما هي في الأس دوت اشيل منه واحد. تمام في مشتقة اللي داخله القوس مشتقة الدالة د شرطة س ده القانون بتاع الدالة اللي مرفوعة الأس. طيب تعال نطبقه هنزل الأس زي ما هو الصاد بتساوي هنزل الأس زي ما هو 3. تمام الدالة زي ما هي الدالة اللي هي كوسين أشيل من الأس واحد نون ناقص واحد 3 يشيل منها واحد تبقى 2. تمام في مشتقة اللي داخله القوس دال س مشتقة دال شرطة س مشتقة الكوسين كاتبها لك كوسين مشتقتها كوسين ظا س. تمام كوسين ظا س وبكده مشتقة الدوال المثلثية انتهت تماما وخلصنا على كل الأفكار اللي فيها.